اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من ورا الكاميرا، بحييكم. معاكم اخوكم مكشه، ومعانا سيزر، ومعانا ويسكي. طبعا دول نوعيه الكلاب الدنوار اللي حضراتكم اتعرفتوا عليها في فيديو عندنا قبل كده، وشاركتوها في فيديوهات شراسه على صفحتنا وعلى قنواتنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا على الفيس. النهارده هنعمل لكم اليوم عرض كويس في عرض الجواز بتاعهم. طبعا الحمد لله والشكر لله هم موجودين عندنا في المزرعه بقالهم شهرين بالظبط، خلصوا الاوردرات بتاعتهم. والاستاذ المحترم العميل بتاعهم قال لي يا محمد عايزين نكمل مع الكلاب دي في اوردرات تانية، بس الحمد لله ان تاي حاضر. انزل يا سيزر. تعالى. هل من الصعب ان انا ابتدي اجوز الكلب بتاعي اول مره؟ يعني لو اول مره يتجوز ولسه هو يعني شاب وخام زي ما احنا ما بنقول، او ان تاي لسه بنت اول مره، هل دي فيها صعوبه او الكلام ده كله على الكلب او عليا؟ طبعا طالما انت فاهم وواعي وعارف انت بتعمل ايه كويس، ربنا يسهل لك الحال وهتقدر تجوزهم. لازم ان تكون عارف ان انت قبل ما تجوز الكلب بتاعك، دي نقطه مهمه جدا، لا ياكل ولا يشرب يعني قبل الجواز مباشره. انا بسقي الكلب قبل الجواز بتاع ربع ساعه، بيكون المايه ريحت في بطنه، بيكون طبعا فطران مره الصبح، ما بياخدش اي اوردرات شراسه عشان ما اعملوش مرحله ارهاق اكبر من الارهاق اللي هو هيعمله. وطبعا الكلب لو واكل وكبس بطنه قوي، طبعا انت مش هتقدر ان انت تجوزه، لانه هو مش هيبقى عنده قدره على انه يطلع ويتجوز ويتعامل، لانه هو مكبوس وبطنه تقيله، فممكن يرجع منك او ممكن ما يرضاش ان هو يتجوز وما يقدرش يتعامل مع الكلب. فانت حتى بعد الجوازه مش ساعه ما الكلب يخلص يعني ينزل ويخلص وخلاص ربنا كرمك وجوزت، لازم تسيب الكلب يرتاح على الاقل من 7 دقايق لعشر دقايق، وبعد كده ابتدي اديله شويه الشوربه الدافيين بالفرخه الكويسه بتاعته بشويه الرز والمكرونه، وجبه دسمه ان هو يقدر ان هو يعوض المجهود اللي بذله اثناء الجوازه. بتجيب الكلبين بتوع حضرتك زي ما انت شايف كده، وبتسيبهم في مكان خالي مع بعض، بتربط النتايه وبتسيب الذكر لو لسه بيتعلم. طبعا سيزر لسه اول مره يشوف الجواز ويعرف يعني ايه جواز، فزي ما انتوا شايفين كده احنا بنحاول ان احنا نعلمه وسايبينه ياخد راحته ويلعب ويتنطط. وطبعا اخته مش فاهمه، بس هي يعني حاضت ونضفت، فالكلبه لازم توقف طبعا لاي كلب ولاي ذكر. مهم جدا في مرحله ان انا جوزت الكلبه 3 جوازات، بتجوز يوم ويوم لا، يعني بتجوز يوم وتفوت يوم وترجع تجوز في اليوم اللي بعده 3 مرات على كده على الاقل، يبقى امر لا الكلبه بتاعت حضرتك هتشيل. تبعد عن اي كلب تاني خارج المكان، يعني حتى لو عندك حاجه جيرمان، حاجه بلدي، الكلام ده كله. استنى يا سيزر. طبعا سيزر الحمد لله والشكر لله دمه قابل للكلام ده، وما عندوش مشكله ان هو يتجوز، وعايز حد يعلمه، فاحنا هنعلمه وهنصور لحضراتكم واحنا بنعلمه برضه. بتبتدي تعلم الكلب ان انت بتجيب له النتايه قدامه، بتسيبه شمشم فيها كده ويعرف هو داخل على ايه وهيعمل ايه وهيتجوز ازاي. بس طبعا عشان المحتوى اللي احنا بنقدمه ما ينفعش ان احنا نكمله للاخر، عشان الاطفال والبنات، وطبعا المحتوى بتاعنا ما ينفعش ان احنا ننزل فيه الموضوع ده كامل. فهجوز الذكر، هطلع الذكر وهو على النتاية ان شاء الله، هصور لحضراتكم واكمل معاكم باقي الكلام. طبعا الحمد لله والشكر لله زي ما حضراتكم شايفين اهوت، احنا صورنا الجوازه. امسك. جوزنا الكلب بسهولة، ما تعبناش قوي. شاطر يا سيزر. بس شاطر. بتبتدي تهدي الكلاب طبعا. بالنسبة للناس اللي بتيجي تقول لك انا هخش على الكلب بتاع حضرتك وهو بيتجوز وهو شابك كده، اشوفه هل هو وهو بيتجوز يقدر حد يخش عليه ويحله ولا لا. طبعا تبقى انت معلش بني ادم ما بتفهمش ان انت تعرض على حد عرض زي ده، واللي يقبله برضو في نفس الوقت برضو ما بيفهمش. انا اسف ان انا بقول الالفاظ دي، بس دي حاجه لو عملتها مع الكلب بتاعك ان شاء الله مش هيتجوز تاني ومش هيشوف جواز تاني. دي نقطه احنا بنتكلم فيها، ما ينفعش حد يجي يقول لك انا هخش على الكلب بتاعك يلا اشوفه هيفك ولا ايه. طب ما هو لو فك خلاص انسى، استحاله الامر ان هو يتجوز. طبعا بتكلم معاكم بالعربي كده وبكل بساطه لان انتوا اخواتي مفيش فرق بينا، فبحاول ان انا اوضح لحضراتكم المعلومه. بالنسبه للكلب لما بيشبك بيقعد شابك قد ايه بالظبط؟ قد ايه وقت؟ بيقعد شابك من ربع ساعه لثلث ساعه بالظبط، بيفضي البالونه بتاعته جوه
وبعد ما بيخلص حضرتك بتجيب البتادين وتطهر له على بشره مكان الجوازه، عشان لو في اي التهابات او الكلام ده كله ما يحصلش، يبقى انت بتتلاشى الاخطاء دي، وبرضه بتبقى فاهم انت بتعمل ايه كويس. يبقى هو حاجه واحده اللي بتعملها مع الكلب قبل الجواز، ما ينفعش ان انت تاكل الكلب مباشره، عشان مش هيقدر يطلع ويضرب، وممكن ان هو يرجع في نفس الوقت. تمام. بتيجي بعد الكلب ما بيخلص، لازم يكون في وجبه كامله دسم واخد فيها كلسماته كلها، زي مثلا فرختين على شويه رز على شويه عيش على شويه مكرونه على شويه الشوربه الدافيين. بعد ما بيخلص بربع ساعه او 10 دقائق بتبتدي تاكل الكلب، يكون جسمه هدي والحراره اللي في بطنه نزلت. طبعا جوزنا لحضراتكم كلاب الدنوار قدام حضراتكم، تعال ناحيه دي متكش على حاجه، تعال الناحيه دي. طبعا جوزنا كلاب الدنوار قدام حضراتكم، والحمد لله كانت مرحله سهله وبسيطه. يا ريت اللي بيتفرج علينا يقدر ان هو يتعلم، مفيش فرق ان انت تجوز كلب طويل او كلب قصير، كلها واحد في الاول وفي الاخر، الجوازات كلها واحد زي بعضها، بس انت تكون عندك الثقه والقدره ان انت تقدر ان انت تعلم الكلب، وبامر الله ربنا يوفقك ويوفقنا والنتي دي تشيل. طبعا بنحاول نقدم لكم المحتويات دي عشان انتوا يعني عزاز علينا وبنتقدم بيكم، وبحبكم جدا. يا ريت اللي يشوفنا ويعجبه فيديوهاتنا ومكاننا المتواضع يعمل لنا لايك وشير ويشترك معانا في قناتنا، ويشجعنا على كل حاجه بنعملها عشان نتقدم بيكم. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.